السلام عليكم الاخوان، لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. غبرت الصراحه، غبرت الله يلا غبرت. هادشي انا ماشي معقول، هادشي وقع بزاف ديال الاحداث وقع شحال من حاجه. انا ضد الحرب، انا ضد الروينه. كاين اللي مات، كاين اللي بقى حي، كاين اللي هدر، كاين اللي ما عادش هدر. المهم الاخوان سمحوا لينا بزاف، الله يلا سمحوا لينا بزاف. انا صراحه انا اللي في ديك العكس ديال الشيطان، وما في داك العكس اللي فيا انا. وحق الله كان غير واحد الغبره ديال اش كنقول لك، نقول لكم واحد الغبره ديال 100 عام كندير فيديو، كنقعد 60 عام 50 عام عندك نلوح فيديو اخر ثاني. المهم الاخوان سمحوا لي بزاف، و الله تعطينا التاخيره ومش كتعاودوا نتوما. كلشي زين، كيف هي الاحوال؟ تحيه الناس اينما كانوا، المتتبعين اينما كنتم، تحياتي لكم. والله العظيم الا راكم في القلب قسما بالله العظيم مفكركم، والله العظيم. ومش كتعاودوا مرتاحين نتوما هما هادوك. كيف الاوضاع؟ كي درتو؟ واش كاين شي سباكيه؟ كاين شي صيام؟ كاين اللي عليه شي كريدي نوضي سموم؟ المهم الاخوه ما دير عليا، انا راه تنضحك. اللي عليه شي حاجه ينوضي يديرها قبل ما يدخل رمضان، اللي مخاص مع شي واحد ينوضي يتصالح معاه لحد مازال ما دخل رمضان. الاخوان وجدوا شي شباكيه، وجدوا شي سلو، وجدوا شي سميت ديال امهم كاع هذوك قرابش للفقايس اللي بعثي دو الفقاص الماسي داك، ماشي الفقاص داك قريش لات ولا ماشي داكشي تقددوا شي حاجه اللي صدق زيد الاثمان في هذا الشيء. ماشي معقول لي ولا هذا الشيء، والله العظيم بالله زادوا شحال بحال مطيعه ما عادش بحال 10 دراهم كتريني كتوجد رمضان. المهم ما عليناش، تبا هو لي صافا كلشي بخير. المهم الاخوان جينا غير ندير واحد الفيديو خفيف ظريف ثاني على الرياكشن، غنمشيو الرياكشن على شي حاجه المهم شي حاجه جديده، لان شي حاجه غريبه عجيبه انا في الموطن المغرب، ان كنت في المغرب فلا تستغرب. نمشيو ندير واحد الرياكشن خفيف ظريف على شي حاجه خارج عن الاراده الاخوان. المهم تقبلوا علينا على ما وجد، راكم عارفين الظروف اللي كندوز منها انا. راه والله العظيم الامتحان خط لي شهرين وما عادش كنتسنى مزاجها من ذات الحفاظة، قالت لي شهرين. واسمحوا لينا على الظروف، وإن شاء الله القادم أفضل. هذا هو الشعار ديال الإخوان. مهم خليكم على فيديو الإخوان، وما تنساوش هاشتاج دفع الكراسة ديال قدامي الإخوان. وتحياتي لكم الإخواني في الله. أجا نشوفوا الأحسن يوتيوبر في المغرب، ما دنيا إحساس. خلينا نشوفوا هاد الناس هادو شنو كيديروا. والله صراحه قيس العمر هضر حتى مرات الله عمر هضر. واش غنقول لكم ود الاخوان؟ الله يسترنا فوق الارض ويوم في الارض ويوم العرض، والله يجيب شي شتيوه. وخلينا نشوفوا هاد الناس شنو كيديروا. الله دابا درت واحد المشكل خايب، دابا المشكل دابا خويا عطاني واحد القنبوله صغيره ما عرفتي لا ناقصه بها. المشكله دابا القنبوله دابا الدنيا تخلعت انا تفرقع علينا تما، ويدي قنبوله في رجل دنيا زاد فيها واحد شويه فرزيلاته. دابا يا مسكين دابا كايش تزكي دابا صافي يلا صافي. انا اللي ما درت بالعان يا دنيا، انا ما درت بالعان. هاهي رجلتها دابا داخل عليكم بالله الاخوان، ناخذ لكم بالله حرقيه. كيقولوا مال القلب ولادك حرقيه، والسيدار رجليها ما معطوبه ما مجروحه ما مشلخه ما مزعطره، مسكينه الله يرحمها. بقات انا بعدا صراحه بقات في الاخوان، ما بقاش فيكم انتم الله يسمح لكم، بقات في انا صراحه. صافي واش تي شي دروك راجلك زعما هذاك وبات ولادك في المستقبل هذا الشيء، لا كملت بعض مع بعضياتكم هذا الشيء، لا رزقكم الله بالاولاد. صافي سبحي السيد وحشومه ثاني مسكينه، شو لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
دي عقرب بالعب فوت هكا كنقول انا غادي ما بيه معني في الفيسبوك ولا في اليوتيوب ولا شي حاجه هذا كيبان لي انا الغرائب العجائب هادو تقول العفو حق ربي العفو كنقول هادو بدا تعرف انايا واش داك الراس واش فيه شي لوزان ولا فيه شي حجره ولا شنو فيه والله ما عرفت شنو فيه بالله واش عقلني ديال بنادم نيت ولا هذا هذا بعد الاحساس اللي حيدته بغا دابا تشهد عليه بعد يوم القيامه قول اش داك الشيء كنت كدير عباد الله ما مرضك طرطق لي طرطق لي القلب ولا في رجليه طرطق لي في فمها في عينيها في شعرها رجليها لا رجليها مرسين ملطين تدي لهم القوماج وداك البومادات وداك داك الدهنه والحليب الاحمر وداك الشيء عفو عافاك 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 شوف انا ما درت لك بالعاني انا ما درتش بالعاني دابا عبد اخويا قال لي راه في فنيته من فنيته وقال لي سميتو صافي انا ما تقبلتش والو ما كنت حاجه واحد ما كان والو شوف رجيت صافي انا عافاك وانت عندي معاسك تيدير تدروني في قلبي اللي تنشوف معاسك صافي هادوني مسكينة مقلقة ليا صافي يلا صافي عافاك يا الدنيا دي واش تربع عليك شي قلب ولا ولا شي ما فهمت انا القلب ولا بعد على حد علمي انا واش صاروخ نواوي شي شي قلب ولا كطرطق عليك الدار كامله وحرقي حرقي يا شحال قديك يا والله ما وقع حنا حرق يا لحنا في حوايجنا قاعد تحط لنا في الجيب وما طرنا المشكل هذا والعفو والإحساس تاعو والعفو من أنا عرفت التفكير تاعو فين كانوا يا ربي يا ربي تشتاو خير يا ربي لا حول ولا قوة إلا بالله شل واي اخوان واي اخوان واي اخوان دعموهم الله يعمرها دارهم ما ادري واش ما درتش حبيبي بلاني صافي نشوف رجيلة حصة صافي يلا صافي صافي ما درتش ورجلها ملطة ليه ما درتش بلاني دابا هذا الباكو ما تقولوا لي باكور لا تقولوا لي تقولوا لي الباروك الباروك باكور باكور متدين كرامة وتركم بروكا مهم تسمحي لي حبيبتي حيت انايا ما بغيت نديرو زعما في الدار الباروك و صافي وطرات المشكل سمحي لي حبيبتي عافاك عافاك يلا ما تعبش لي انا غير طرات المشكل المهم قريب ان شاء الله غادي نديرو داك السيد العاصورة و تنسى زوين داك السيد تفرقع ندير تفرقع على عافاك يلا عافاك عافاك غادي تفرقع في السما داك الشوبيس الصناعية غادي نديروهم عاوتاني لا حول ولا قوة اش بيقول لكم انا ما بقى ما يتقال قال لك بوي السيد بوي يجيب لي مع التبابات هنا ولا الشغل الاصطناعي ما تبغيش تخربيق كاع يجيب ايوا المهم الاخوان لكم في علمكم هذا الفيديو ده ديال عاشور هذا حيت كاين واحد الفيديو اخر ديال هو مؤقت يلاه حطوه ما عطوش تبغون نديرو عليه شي رياكشن ان شاء الله ولا لا المهم ما عرفتش على حسب حيت كاين شي ناس متبعين كيتفرجوا من التلفازه مع عائلتهم ما عرفتش هو عادي غير هو الله اعلم الناس راه طلعوا النيفو المهم الاخوان عاد احساس في الدنيا هذا الله ما هضر دراوش دعموا الاخوان شي تعليق زوين شي لعيبات راكم عارفين الناس مزوجين و عارفين دابا كيتعاونوا للزبان وكذا واللعيبات والله العظيم انا بعدا وليت كنخاف انا وليت كنخاف على المستقبل ديال اليوتيوب وليت كنخاف على الاخوان المهم الاخوان ما عليناش المهم هذا المقطع شوي بارك عليكم ورينا عليكم الاخوان راكم عارفين هذا الاحساس في الدنيا اللي عمرها هذا الاخوان دعموه كما قلت لكم ودفعوا لهم الكروسات تزيد لقدام او اخوان هذا هو هذا الفيديو انا وكندوز واحد الكلمه اخيره قبل ما نساوي الفيديو ديالنا الاخوان المهم الاخوان جيت غير نقول لكم اخوان دوفوا لكم شويه اي ام او اي اب او الازواج الاخوان دافرتكم شويه والله العظيم يا ولادنا انا بعدا كنحس ونيت واحد السطور ديال واحد الاستاذ واحد المنشور اخوان دافرتكم شويه راه والله العظيم الا
هذا الجيل الجديد بعدا راه محاول ما تلقى كيتسوقوا للقرايه. لا لو تقول ما القرايه ما كاينه، ما كتسوقوش ليها التليفون، التليفون شي فري فاير، شي بابجي، شي لعاب، شي حاجه. عباد الله واش تم التمارين؟ حتى التمارين ديال الاساتذه ولاو كيهتهم ولاو كيديروهم في التليفون، ما كيديروهم حتى شي جهد. حنا بعدا التمارين حنا بعدا كانوا كيهتهم، لا كنتعاصروا معاهم لحد الان. جوجل قليل فاش كنستعمل شي جوجل بحال هكا، قليل كاع لشي موضوع ولا شي حاجه نيت اللي ما عرفنا ليه. واش عباد الله التمارين ديال الليفر ديال التحضير ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ لا بعدا التحضير بعدا وذا التحضير، التحضير والثاني ما مطابقش. بعدا ملي داروا ليهم الفرنسي في تحضيري وداروا ليهم سميتو في الثاني، انا ما مطابقش. المهم الاخوان، واش عباد الله السيد الثالث الرابع الخامس السادس نقولوا حنايا هذا المهم بالنسبه للابتدائي الكوليج، راه اللي كوليج بوحده ثاني. واش عباد الله حنا كنا كنتعصروا مع التمارين وداك الشيء، وكنتعصروا مع المغرب باش نلقاو الاجوبه، وبعدا اش غنقولوا كنلقاو جواب صحيح في التمرين كامل. دابا نقولوا حنا كيكونوا خمسه الجمل ولا ثمانيه الجمل في واحد التمرين، ياكو كنتعصروا معاهم كنلقاو ديك جوج جمل اللي صح ولا جمله وحده. المهم بعدا فهمنا الدرس، بعدا المهم فاهمين الدرس. واش عباد الله السيد، انا ما تنقصدش مثلا، ما تنقصدش انا شي واحد، غير تنقولوا عامه المغرب كامل، المغرب كامل. واش عباد الله عباد ما تمشي توقف مع ولدك، ولا تمشي توقف مع ولدك وتعصر معاه وتجلس حداه وما يخدم لا تليفون لا وتقول. ومهم نقولوا حنا كاع اللي باغي يدير التليفون يدخل اليوتيوب يتفرج، دار لي غير الدرس باش يفهمو، يفهم الدرس يسال عليه التمارين اسيدي ناك وتعصر معاه وتعاوني انت، ماشي هو تعطيه التليفون يقول لك الوالد عطيني التليفون جاوا لواحد 80 تاع الاستاذ. لا ما مطبقش والله العظيم، يعني كاين 80 في اصلا اليوتيوب ولا فيه كلشي بعدا، يوتيوب فيه كلشي، جميع الاجوبه ديال الكتوبه، الرياضي، الرياضة العربيه، الفرنسي، النشاط العلمي، التربيه على المواطنه، هذاك التخربيق كامل كلشي فيه الجواب. يعني كاع ما كاينين في جوجل، ما كاينين في اليوتيوب، كيقول في جوجل. المهم السيما كيدخل طق يجاوب ها في التليفون، يمشي للقسم يقول ليه ها درت الواجب، يسولو يقول ليه طق طق يبقى يدير فيه بالله في عيني. او استاذ ولا اساتذه عارفين بلي غيمشي لليوتيوب ولا غيمشي شي حاجه غيجاوبو، عارفين غير ما مسوقينش، عارفين اصلا ولا ما مسوقينش، غير ما يتعصر والهري حط ديك سته ولا ديك خمسه ينجح عليه رد شي واحد. هما الاخوان بعد التعليم ديالنا هنا غادي للقهاويه، والله اعلم. انا بالنسبه للراي ديالي غير الراي ديال الاخوان اللي عندهم ولادهم ولا خوتهم ولا شي حاجه، يحاولوا الاخوان يبعدوا لهم التليفون ويحاولوا يخليهم يدوا التعصر ويعدوا يتزمتوا مع التمارين ديالهم والدروس ديالهم. التليفون ما دايرش شيء، واش عباد الله انت بتطلع دري من الابتدائي الكوليج استلخاو والكوليج ما بالك الكوليج، انت بتطلع من الصحاب تاع مدرسه سهله الكوليج ليك سهل الفروض يا عمي، تما كاين الفروض والله ما درتي شي حاجه ما تجي وتقول جي الفروض كويس. بعدا كلش بعدا الليسي الهاوي بعدا نضمن عليها، لكن انا شي ولدك يقرا في السادس دابا وطال الكوليج يكون ما بين يطلع كتعطي التليفون، المهم يجاوب في داك الشيء كتعطي التليفون يخدم به ويطال الكوليج، وقسم ديك بالله ما يجيب شي حاجه، والا جاب فوق 10 جيت في عليا ودا او دا هذيك ولا او دا هذيك. و الاخوان خلاصة القول ما نلش، خلاصة القول كما قلت لكم حاولوا الاخوان تبعدوا التليفونات على اولادكم الاخوان. انا ماشي تنقول لكم علاش ما تقول راسك نتايا الاخوان، الاخوان حاله خاصه، انا بوحدي انا نتي في التليفون مشريتو تا قرب نطلع ليسي وكاع ما كنخدم بيه كاع بزاف، الا خدم بحال هكا كندخل نتفرج بالخوتي يعني من يوتيوب كندخل نتفرج فيهم ولا شي حاجه، ما شي تمرين شي موضوع ماشي قاعد تمرين الموضوع كندخل تما كيعطيك عرف علي رضي الله عنه ولا عرف كذا 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 كندخل حلقه ديال التعريف هذا كنقولوا مازاليه، وانت باش تعطي التمرين ديال الفرنسيه ولا التمرين ديال العربيه. واش عباد الله انت النص بالفرنسي والنص بالعربيه والاسئله تاعته لتحت ومشيت تدخل اليوتيوب باش تجاوب؟ ما يمكنش تاني واش النص ما تقدرش تقراه، هذاك بحال هكا تعكزو داك العقل اكثر من العجز اللي فيا انايا باش ندير الفيديو. المهم الاخوان خلاصة القول شكرا بزاف ليكم، وسمحوا لنا الاخوان وتقبلوا منا هذا الفيديو هذا البسيط وهذه النصيحة البسيطة الاخوان، والله يجزيكم بخير، الله يعطيكم الخير، والله يخلي لكم وليداتكم ان شاء الله وتشوفوهم كما بغيتو،
وهاد شعبان الله يدخل لنا بالصحة والسلامة وموراه رمضان حتى هو إن شاء الله يتقبل منا ويدخل لنا الشهر بالكريم بكل ما بغينا إن شاء الله بالرفاهية وكل ما كنت منه الإخوان السعادة والهنا وراحة البال. ورمضان سعيد علينا وعليكم وعلى الأمة العربية الإسلامية، وتحية للجالية المقيمة بالخارج، وتحية للمغاربة أينما كنتم والهوارية بصفة خاصة الإخوان. وتبارك الله عليكم الإخوان، كما كنساو تفعلوا الكراسة تزيد قدام شي تعليق يكون زوين شي جيم وشي سبسكرايب وشي بارطاج الإخوان قناة هوارية لهواري ولا لهوارية يدفع هذا القناة نزيد قدام الإخوان نشرفوا هوارة أحسن تشريف إن شاء الله القادم أجمل. قبل ما ناحية طالب مغربي تلميذ مغربي في السنة البكالوريا كيتقاتل متيح قاتل باش ينجح يشد الباك ويتقاتل أيضا في القناة ديالو إن شاء الله باش يمثل هو الأحسن تمثيل. وتبارك الله عليكم الإخوان، تبارك الله عليكم الإخوان، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.